Ladies and gentlemen, we start with a televised address from His Excellency Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. Assalamu alaikum. I am Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. His Highness Sheikh bin Zayed Al Nahyan, صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة عقد هذه الحكومة القمة الحكومية العالمية، وفي الواقع أنها تشكل بالنسبة إلينا مناسبة رائعة لنتمكن من تشارك أفضل الممارسات، وأن أعتقد بأن هذا الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومة لاستخدام مختلف الخبرات، وإننا نروج عملية النمو الاقتصادي الذي لم نشهده من قبل. وفي الواقع أعتقد أنه دور أساسي تلعبه الحكومات للجوء إلى التنوع، وهذا التنوع هو الذي يسمح لنا بحسب ما أرتئيه أننا ملتزمون حاليا بمساعي تشكل هي تحدينا الأساسي، وعلى سبيل المثال إن المشاركة الأساسية للنساء والترويج الدور الأساسي للنساء وأيضا تخصيص دور فاعل للكبار في السن. وفي الواقع إن هناك الكثير من الأشخاص الذين أشاروا إلى أن اليابان ليس لديها أي أمل بأن تقوم بعملية تخفيض مستوى ومعدل الولادات، وفي الواقع كان ذلك جزءا من التحديات التي تواجهها اليابان، وذلك منذ الأوقات والأزمنة الماضية. وفي الواقع إن اليابان وكذلك الشرق الأوسط لقد شهدا كمنطقتين الكثير من التقدمات والازدهار، وفي الواقع من خلال تلك المساعي الهادفة إلى التسامح والاعتدال، وهذا ما تمكنا من تشجيعه ضمن روحية التقدم، وهذا ما سمح لنا بإحلال السلام. في الواقع لقد تأثرت وانبهرت جراء الحياة التي يعيشها الكثير من الأشخاص ويعملون بها بغض النظر عن إثنيتهم عندما زرت دبي في العام 2013، ولقد سمعت بأن الإمارات العربية المتحدة قد أرسلت أو عينت وزراء للسعادة، وهذا الأمر شكل بادرة و هي تعتبر أيضا من الرواد في هذا المجال في العالم، خاصة على مستوى الشمولية والاندماج والتنوع، فهذا الأمر يشكل أيضا مدعاة تعجب لي، فأنا منبهر جراء كونها واحة للتسامح. في العام 2020 سوف تستضيف طوكيو الألعاب الأولمبية والبارالأولمبية، وهنا دبي سوف تستضيف المعرض 2020، وفي الواقع علينا أن نعرض لزوارنا كل هذه القيم التي تعكس مدى تنوعنا وكيف أننا يمكن أن نتمتع بهذه الروحية، روحية التسامح. شكرا جزيلا. شكرا لمعالي شينزو أبي على الكلمة التي تفضل بها. Thank you, Your Excellency Shinzo Abe. والآن مع كلمة رئيسية يلقيها معالي كنتارو سونورا وزير دولة لشؤون الخارجية من دولة اليابان. And now for a main address by His Excellency Kentaro Sonora, Minister of State for Foreign Affairs of the State of Japan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Min al-Japan.
أنا سعيد بلقائكم. Meet you all. Your Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصحاب المعالي حضرة الضيوف الكرام سيداتي سادتي بالنيابة عن حكومة اليابان أود أن أتقدم بأحر تهاني بمناسبة انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة وأود أن أشكر الإمارات العربية المتحدة على اختيارها اليابان كدولة ضيفة في هذه القمة ونحن نكن احتراما كبيرا للجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لبناء مجتمع منفتح وهو مجتمع لا يرتكز فقط على النفط بل أسس نفسه كركن ومركز للأعمال في المنطقة إن الجهود التي لا تكل التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة قامت بإرساء مستوى من الازدهار حصد الانبهار والإعجاب في كافة أنحاء العالم ونحن نحترم الإنجازات التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة ونجل ونثني على موقفكم من حيث التنوع في الواقع لقد بنيتم مجتمعا متسامحا ومتعدد الثقافات والتزامكم باتجاه البيئة والسلامة العامة والصحة العامة والرعاية الصحية والتنمية البشرية إضافة للحوكمة وكل ذلك يشكل أمثلة تحتذى في كافة الحكومات في كافة أنحاء العالم إن استشراف المستقبل الحكومات وهو موضوعنا الأساسي لهذه القمة هو ما علينا أن نطرحه كسؤال وهو السؤال الأبرز حول الدور الأبرز للحكومات أظن أن هذا الاستثمار في المستقبل وبشكل أساسي هو الأمر الأساسي الاستثمار في التربية والابتكار إن نظام التربية والتعليم الياباني هو فريد من نوعه خاصة من حيث تركيزه على المسؤولية المدنية فهذه المسؤولية المدنية المتشاركة والمشتركة ترتكز على الانضباط الذاتي وعلى التعاون المتبادل فاحترامنا للانضباط والتعاون هو راسخ في تقاليدنا وضارب الجذور في الشعب الياباني هذا التقليد ناشئ وينجم عن روح ساموراي وتلك القيم والفضاء التي تتضمن الشجاعة العدالة والإنصاف والاستقامة والشرف والولاء وكل ذلك في إطار الكونفوشيوسية التي تعلم التفاني تجاه الأهل والوالدين والعائلة والأصدقاء وتوخيا لتعزيز هذه القيم التقليدية التي هي ضريبة الجذور في مجتمعنا قامت حكومتنا على سبيل المثال بتشجيع الطلاب على تنظيف مدارسهم لأن ذلك يشكل مساحة يتقاسمونها ومن خلال القيام بذلك فإن روح هذا الأمر يخلق روح الملكية إضافة إلى ذلك تتضمن الحكومة أو تشمل الحكومة الأخلاقيات والأدبيات مثل احترام من هم متقدمين في السن في المناهج إلى ذلك فإن التدريب البدني في المدارس هو ما يدفع إلى الإبقاء على صحة الطلاب وتعليمهم قيمة التعاون وهذا الأمر أيضا يسلط ضوء على جزء أساسي في الابتكار وخاصة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا إن النموذج الياباني للتربية والتعليم الذي يحترم الانضباط الذاتي والتعاون المتبادل تم إدراجه في عدد من الدول مثلا في الإمارات العربية المتحدة بناء على مبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بعض الطلاب الإماراتيين يدرسون في مدارس اليابانية في المدرسة اليابانية في أبو ظبي إلى ذلك هنالك فرص كبيرة تربوية وتعليمية لكل المواطنين وفي نهاية القرن الثامن عشر أرسى المجتمع الياباني
أسلوبا أو نموذجا تعليميا شاملا كان ليس غنيا فقط من حيث ليس فقط يستفيد منه الأغنياء وإنما كل الأطفال إضافة إلى الفتيات وبذلك ينفذون إلى التعليم الأساسي مثل القراءة والكتابة والحساب. وبعد انتكاساتنا في الحرب العالمية الثانية مرة جديدة باتت اليابان من بين اللاعبين الأساسيين الاقتصاديين في العالم. وعلى الرغم من هذه الانتكاسة بعد الحرب العالمية الثانية حافظت اليابان على مبدأ التعليم الشامل وأنا متأكد وكل يقين بأن كان ذلك من بين الأسباب الأساسية للانتعاش السريع بعد الحرب وفي أعقابها. هذا ما سميناه الأعجوبة بفضل الحكومة اليابانية وتركيزها على التعليم للجميع. اليوم إن الحكومة ما زالت تركز أهمية وأولوية كبرى لتقديم الفرص المتكافئة لكل المواطنين خاصة على مستوى تقديم المنح وتركيز على تحقيق أهدافهم وأحلامهم بغض النظر عن المستوى الثروات التي نشأوا عليها. إلا أننا وإذ ندفع قدما بهذا الانضباط الذاتي وحده لا يمكننا أن نجعل الطلاب يرغبون في الدراسة. فالدراسة يجب أن تحفز الفضول الفكري وهذا ما يشكل تحفيزا على التعليم والابتكار. وهذا يدفعني إلى الانتقال إلى النقطة الثانية. فالحكومة عليها أن تخلق بيئة اجتماعية وقانونية تحفز وتشجع على الابتكار. في كلمات أخرى لابد من أن يكون لدينا أن نتخطى كل الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تحول دون الفضول الفكري. وأنا كل فخر بأن أقول لكم بأن اليابان قد حصدت 16 جائزة نوبل في العام 2015. أيضا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم منح جائزة إلى دكتور هيروشي إيشيغورو أستاذ من جامعة أوساكا على عمله في تطوير الروبوتات المشابهة للبشر. وبهدف استخدام هذه المهارات التابعة للوطن كانت على الحكومة أن تتخطى كل الحواجز التي تتداخل مع الابتكار وتعوقه وذلك من خلال بعض الخطوات مثل زيادة الاستثمار في الأبحاث والتنمية وتطبيق الإصلاحات التنظيمية. وأود أن أذكر بعض أمثلة. مثلا إن اليابان تسارع في عملية تطوير الأدوية والعلاجات الأساليب العلاجية من خلال تطوير البيانات الضخمة لتحسين تحليل الكميات الكبيرة من المعلومات الطبية وذلك من خلال احترام المعلومات الشخصية. وثانيا إن حكومة اليابان أرست أيضا مجالات محددة يمكن للقطاع الخاص أن يقوم فيها بإجراء الأبحاث والاختبارات فيما يتعلق بالقيادة الآلية التي يدفعها الذكاء الاصطناعي. وثالثا يمكن أن نتحدث هنا أننا نعمل على ترويج مجتمع طاقة الهيدروجين. فطاقة الهيدروجين هي أساسية للأمن الطاقوي وإلى ذلك فهي تساعد في معالجة ومواجهة مشاكل الاحترار العالمي من خلال تخفيض الانبعاثات. فلا بد من إصلاح تنظيمي سوف يشهد نور قريبا وسيمهد طريقة للتنمية لصناعة الهيدروجين القوية. فالعالم سوف يشهد أول باص على طاقة الهيدروجين في كافة أنحاء البلاد وخاصة في مدينة كوبي. وتجدر الإشارة إلى أننا في السنة الماضية أثر اهتمام العالم كل التقدمات والإنجازات التي أحرزها مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا إنترنت الأشياء وإضافة إلى ذلك ما يسمى بالبيانات الضخمة وعلم الروبوتات إلى ما هنالك. فهي كلها في صلب نمو واستراتيجية النمو المتبعة في حكومة اليابان. فثمة نماذج أعمال جديدة وخدمات جديدة مفصلة على قياس الأفراد سوف يتم إعدادها نتيجة لإنترنت الأشياء وعلم الروبوتات. فكل المصانع والمتاجر سوف يتم ربطها فيما بينها عبر إنترنت الأشياء مما يسمح بتصفير الجردات والمخزون وأيضا الإنتاج بناء على الطلب بطريقة فورية. فكل ذلك سوف يشكل عاملا يغير اللعبة بالنسبة للصناعة ونمو الصناعي والاقتصادي. لكل ذلك ليتحقق كل ذلك
قامت الحكومة اليابانية بإرساء وحدة خاصة للتكنولوجيا الجديدة، وقد بدأت بتطوير وتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال إدراج التربية على برمجة الكمبيوتر، وذلك في المدرسة الابتدائية والثانوية. وكخلاصة، إن دور الحكومة يقضي بالاستثمار في مستقبل شعوبنا من خلال ترويج التربية والتعليم والابتكار، وبهدف رفع هذه التحديات المستقبلية والعقبات المستقبلية، على الحكومة أن تسرع الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، وفي الوقت ذاته على الحكومة أن تجري إصلاحات تنظيمية واضحة لتفتح المجال للمهارات الجديدة لتشع حيث يمكن أن تظهر من خلال النظام التربوي الشامل. في دبي لدينا مجتمع أعمال ياباني وهو الأكبر في هذه المنطقة. إنني سأكون سعيدا جدا إذا تمكنت الحكومة والشركات اليابانية سويا من المساهمة في نجاح هذه القمة وفي ازدهار الشعب في المنطقة. شكرا جزيلا.